السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ندخل في الدرس الجديد اللي هو من سلسلة دروس افتر افكتس، هعرفكم بالقناة والدروس اللي موجودة فيها. تعريف بسيط ومختصر للقناة: قناة جرافيك ديزاينر 2016 هي قناة تعليمية لكل ما هو جديد في عالم الجرافيك. دي واجهة القناة عندي. لما تيجي تدخلوا للقناة فيها تعليم الافتر افكتس زي ما احنا شايفين كده. دي دروس الافتر افكتس هتلاقوها موجوده في قوائم التشغيل، انا مجمعهم كلهم مع بعض، التحميل والاساسيات، جميع ما يخص الافتر افكتس من بدايه ما انا شرحت. بعد كده عندي اللي عايز يتعلم اوتوكاد 2017 في كورس كامل ليه، وفي اوتوكاد 3 دي 2017 برضو، وبرضو معمول له كورس ليه. في كمان شرح لبرنامج الفوتوشوب سي سي وسي اس 6، وفي هنا دروس كتيره للبرنامج زي ما احنا شايفين كده. اذا اعجبك شرح الفيديو اشترك في القناه بعمل اشتراك سبسكرايب في القناه، وزور القناه وان شاء الله تعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس النهاردة درس جديد من سلسلة دروس تعليم افتر افكتس 2017. زي ما قلت لكم من البداية احنا بنتعلم مع بعض كل مرة تأثير جديد من التأثيرات اللي موجودة في برنامج الادوبي افتر افكتس. ان شاء الله زي ما احنا شايفين الدرس هو الدرس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. هنعمل تأثيرات على لوجو، هنستخدم تأثيرات من تأثيرات البرنامج على لوجو احنا عاملينه. هنبتدي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول كومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، هنسميه لوجو، وهنخلي الاتش دي 1080 29.97، كويس. وعندنا الديوريشن هنا انه نخليه 10 ثواني، ونقول له اوكي. وبعدين هنروح للمكان اللي بيبقى فيه اللايرز، هندوس باليمين نيو سوليد، وهنسمي السوليد دي باك جراوند، وهنخلي الكالر قريب من اللون الرمادي كده، ونقول له اوكي اوكي. هنروح عند الافكت وجنريت، ونقول له جنريت رامب، ونخليها راديال رامب. هنروح بعد كده نغير اللون اللي فوق ده، مثلا هنعمله فاتح كده، نقول اوكي. ونروح عند اللون التاني هنعمله ازرق غامق زي ما احنا نغمقه بالشكل ده، ونقول له اوكي. نروح بعد كده نجيب اللوجو، فايل امبورت فايل، وده اللوجو او اللوجو بتاعنا هيبقى هنا. انا جايبه يور لوجو، اي لوجو احنا عايزينه، ونقول له امبورت. ناخد اللوجو ننزله هنا كده، هيكون فوق الباك جراوند. هنا طلع اكبر، هنيجي نصغره، وشيفت وبنصغر شيفت من الكيبورد، ومن المربعات الصغيره دي نصغر بالشكل ده. وبعدين ادي شكل اللوجو عندنا بالشكل ده. هنيجي بعد كده هنغير الاسم بتاع الصورة باليمين من هنا، واحنا دايسين عليها هنقول له ري كومبوز، اهي كومبوزيشن، ونسميه لوجو، ونقول له اوكي. وبعدين تاني نعمل بري كومبوزيشن، فهو يبقى سمى لوجو كومب 1، واوكي. ندوس عليه دبل كليك، ونرجع زي ما احنا شايفين كده. هنكبر الخلفيه اللي عندنا اللي هي السودا دي، هنروح عند كومبوزيشن وكومبوزيشن سيتنج، ومن الويدث والهايت ممكن ان انا اغير
عشان بس يظهر لي اللوجو داخلها مش على الاطراف بتاعتها. بحرك كده بالسهم اللي عندي ده اهو كده كويس واقول له اوكي. هاجي بعد كده، هاجي وانا دايسه على اللوجو بروح اعمل ماسك من هنا، عندي هنا فيه شكل مستطيله وريكتانجل، باجي كده واعمل مستطيل بالشكل ده كده كويس، وبدوس على الماسك هنا اهو، وبروح عند الثانية 8 وبفتح هنا، بدوس على المفتاح اللي جنب ماسك باث فعمل لي هنا مفتاح عند الثانية 8. هرجع عند الثانية 2 وحرك، وانا بعدت كده شوية احرك الباث كده وعملت مفتاح هنا عند الثانية 2. لو شفناها مع بعض بدوس زيرو من الكيبورد وهنشوف هتيجي ازاي. ايوه كده اهو، ادي ابتدت تظهر جزء جزء من اللوجو بعدين بيختفي. هنيجي نروح عند الثانية 5 كده، قرب شوية، ونعمل هنا الماسك فيزر هنعمله 70، ونروح نعمل افكت هنكتب هنا عند الافكتس فاست بلور، ظهر عندي هنا اهو. باجي الافكت ده واسحبه كده، ظهر لي هنا زي ما احنا شايفين. هنعمله هنا مثلا 20 ونيجي نشوف مع بعض ايه اللي حصل اهو، عمل لي بلور على اللوجو نفسه. هنيجي نرجع تاني ندوس على اللوجو هنا وندوس على ستاندرد سيت، رجعت تاني للايه لللايرز بتاعتنا، وهاجي انزل اللوجو اللي موجود هنا لوجو كومبوزيشن اللي احنا عاملينه اهو، هنزله تحت لوجو كومب وظهر لي تاني بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هروح عند افكت، قبل ما اروح عند افكت بصغره عشان يبقى مطابق مع اللي تحت، وبروح عند افكت وترانسيشن وبختار لينر ويب وبخلي دي سالب 90 وبعمل دي 100 زي ما احنا شايفين اهو. هنيجي هنا مثلا عند ثانية 7 كده، ونيجي ندوس على الترانسيشن هنا ونرجع مثلا للثانية 2 او 2.5 مش مشكلة كده، ونخلي ترانسيشن هنا 0 بالشكل ده، ونيجي نشوف مع بعض. بصوا اهي الحركة اللي تعمل، هنروح في النص هنا كده مثلا ونخلي الفيزر 65 كويس. هاجي هنا هعمل نيو سوليد جديدة هسميها
article واقول له اوكي، هندوس على اللير اللي هي بارتيكل واقفين عليه اهو، هنروح عند افكت هنكتب بارتيكل بي اي ار تي، وهيطلع لي هنا ثلاثة في بارتيكل سيستم 2 وبارتيكل وورلد، دي اللي احنا هناخدها هنسحبها على الرسمة بالشكل ده. هنروح عند جريد هنا نفتحها من السهم اللي جنبها ونشيل العلامة الصح اللي عليها عشان نشيل الجريد اللي موجودة. بعد كده هنقفل ده وهنروح على البروديوسر وهنغير في البوزيشن بتاع البارتيكل اللي احنا حطيناها، فهنحركها هتبتدي مثلا من اول هنا اهو. قبل ما احركها هنعمل اندو، هنروح نقف الاول على الثانية 2 اللي احنا عملنا عليها الحركة بتاعت اللوجو، ونعمل البوزيشن هنحرك البرتيكل دي اهي كده مثلا، ونروح عند الثانية 8 ونحركها لحد الاخر كده اوكي. بعد كده هنرفع الواي بتاعتنا، او احنا جينا هنا كده في النص انا هرفعها شوية فهشتغل على الواي وهرفعها بسيط لفوق بالسالب مثلا كده سالب 8، واقفل البروديوسر وبروح عند الفيزيكس وبفتح حاجة اسمها فيوليسيتي اهي، وهعملها بالشكل ده 2.85 مثلا او 2.90 اهي، حركها كده واعملها بالشكل ده. وبعدين اروح عند الجرافيتي وازود الجرافيتي بتاعتها مثلا كده 1.100. هنروح بعد كده عند بارتيكل هنا ونغير اللاين، هنعمله كيوب زي ما احنا شايفين كده، وبعمل اللون ده الاولاني بيرت كولر، اختار القطارة دي واختار اللون الفاتح مثلا كده واقول له اوكي، واخد اللون التاني اخد اغمق لون موجود عندي بالشكل ده. هنيجي نقصر الفيديو من الثانية 2 للثانية 8 اللي هي الحركة اللي موجودة عندنا هنا، باخده زي ما احنا شايفين لتحت الثواني على طول، بحرك هنا لحد 8 لهنا بحرك لحد 2 او 2، وباجي باليمين وبقول له trim comp work area كويس. ونيجي نشوف مع بعض الفيديو، هدوس زيرو من الكيبورد او اروح عند بريفيو هنا وادوس بلاي ونشوف مع بعض الفيديو زي ما احنا شايفين كده. ادي الفيديو بتاعنا او ادي الحركة اللي احنا عملناها لاي لوجو او اسم، ممكن انا اكتب اسم بس واعمل نفس الحركة دي اهي. يبقى احنا هنا اتعلمنا تأثير جديد من تأثيرات الافتر افكتس، وتأثير جميل ان شاء الله نتعلم في الدروس اللي جاية تأثيرات تانية. زوروني في الدروس القادمة، استودعكم الله عز وجل.